هاي، اليوم رح نعمل آيست موكا بطريقة ولا أسهل. يلا خلونا نشوف كيف. أول شي منضيف مكعبات الثلج، وبعدين كوب الحليب، نرجع منضيف معلقتين كاكاو، ومعلقة من النسكافيه، ومنضيف معلقتين سكر أو حسب الذوق. وهلأ رح نخفقهم. وهون صبيتهم بالكباية، وإذا حبيتوا تزينوها بطريقة الكافيهات فيكن تحطوا الكريمة من فوق مثل ما أنا حطيت، وصوص الشوكولا. وهيك حضرت الآيست موكا بطريقة ولا أسهل ولا أطيب. جربوها واكتبولي بالكومنت شو رأيكم فيها. وهلأ ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتكبسوا على زر الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد إلي. وهلا بقلكم باي باي.